أهلا بكم من جديد. المياه الراكدة في بركة الاتفاق النووي تتحرك، ألقى فيها جوزيب بوريل حجرا فصنعت موجة تفاؤلات بالانفراج في طهران وواشنطن حتى وصلت إلى الرياض. مصطفى الكاظمي سرع إلى جدة فطهران لبحث أفق الوساطة العراقية لتطبيع العلاقات بين البلدين، واستقبل بالحفاوة التي أوحت بما قد يؤدي إلى فتح صفحة جديدة. إيران تعرف أن تطبيع العلاقات مع دول الجوار والحد من سياسات التهديد وافتعال الأزمات جزء من صفقة العودة المحتملة إلى الاتفاق النووي حتى وإن لم يتم ذكره في الوثائق. اليمن أحد أبرز الاختبارات، فالهدنة التي تترنح هناك تحتاج أن تصمد وأن تمضي في الطريق إلى حل دائم. رئيس بايدن يريد أن يأتي إلى قمة جدة وبيده ما يقول أن صفحة الأزمة مع إيران يمكن أن تطوى على حل وضمانات، إنما ليطلب المزيد من النفط لتخفيف ما تواجهه أوروبا من اختناقات. أما الكاظمي فلعله في رحلة الوداع وآخر المهمات قد حقق العلاقات السعودية الإيرانية ما لم يقدر أن يحققه بين تيارات بلاده المتصارعة، ولكن سوف تذكر دوره التفاؤلات إذا ثبتت على موجة الانفراج. فهل اقترب توقيع الاتفاق النووي؟ وهل يفتح الطريق أمام تسويات إقليمية؟ وماذا تنتظر قمة الرياض من بايدن؟ أبدأ النقاش وأرحب بضيفي الكريم من طهران الدكتور عماد أبشناس رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات الإيرانية. أهلا بك دكتور عماد على شاشة الغد. يعني حديث سابق لرئيس الوزراء الكاظمي بأن المفاوضات والمباحثات الإيرانية السعودية في بغداد تتقدم وتحقق نتائج جيدة، أبعد من ذلك قال ربما نكون أمام خبر سار وخبر جيد انتظروه قريبا. هل يمكن القول أن المساعي العراقية قد أتت أكلها بين طهران والرياض أم ما زالت تحبو في خطواتها الأولى حتى الآن؟ تحياتي لكم وللمشاهدين الأعزاء. في الواقع أنا أتصور أن الوساطة العراقية ويعني شخص السيد الكاظمي كان مؤثرا كثيرا في هذه الوساطة وكانت مؤثرة جدا، يعني لحد الآن الهدنة في اليمن صمدت بسبب هذه الوساطة. يعني دعنا نكون صريحين، يعني لولا التعامل الذي حصل بين إيران والسعودية في بغداد لربما هذه الهدنة لم تكن تستطيع أن تصمد لحد هذا الحد، ونأمل أن يعني تتحول إلى وقف إطلاق نار كامل وحل الأزمة بشكل سياسي في العراق. والموضوع ليس فقط في اليمن، والموضوع ليس فقط اليمن، يعني كل المنطقة اليوم فيها مشاكل لربما نستطيع أن نقول أحد أطرافها إيران وأحد أطرافها السعودية. وإذا حلت الخلافات بين إيران والسعودية عمليا العديد من هذه المشاكل في كل المنطقة يمكن أن تحل. واليوم دور السيد الكاظمي في هذا الموضوع محوري جدا. أستطيع أن أقول لك خاصة في الظروف السياسية الحالية في العراق، يعني بعد انسحاب التيار الصدري ودخول نواب جدد اليوم بات حتى المشهد في الداخل العراقي أكثر وضوحا، والسيد الكاظمي يريد أن يضمن دعم حلفاء إيران وحلفاء السعودية لكي يحظى بدورة جديدة في رئاسة الوزراء في العراق و
أيضا يكمل مسيرته التي بدأها في الوساطة بين إيران والسعودية. اليوم بعد التحولات الخاصة خلال الأسبوعين الأخيرين، يعني عمليا أستطيع أن أقول لك أنه كان مقررا أن تكون هناك يكون هناك لقاء بين وزير الخارجية الإيرانية ووزير الخارجية السعودية في بغداد منذ تقريبا أسبوعين أتصور، يعني دقيقا لا أعرف التاريخ، ولكن كان ما الذي منع ذلك هذا اللقاء أن يحصل، ولكن تأجل هذا اللقاء إلى ما بعد سفرة بايدن. واليوم أتصور أن السيد الكاظمي قام ب يعني الاتيان برسالة من قبل السعودية إلى إيران أن السعودية تريد أن تحل خلافاتها بشكل دبلوماسي. إيران أعلنت مرارا أنها تريد أيضا حل خلافاتها بشكل دبلوماسي. لهذا أتصور أنه قريبا ممكن أن نشهد لقاء جديد بين الإيرانيين والسعوديين في بغداد. نعم، دكتور عماد ينضم إلينا من الرياض الآن الدكتور عبد الله العساف أستاذ الإعلام السياسي. أهلا بك دكتور عبد الله على شاشة الغد. ما الذي يفهم من توقيت هذه الزيارة المزدوجة؟ الدكتور عماد يقول هناك رسالة سعودية حملها رئيس الوزراء الكاظمي إلى الطهران والمسؤولين، يعني هذه الزيارة المزدوجة قبيل القمة العربية الأمريكية والحديث عن العودة من قبل جوزيب بوريل أمس في طهران، عودة إلى مفاوضات النووي الإيراني. هل نحن أمام فتح صفحة جديدة تطبيع للعلاقات، أم ربما نحن ما زلنا في مسار التهدئة، خفض التصعيد، رسالات حسن النوايا لا أكثر ولا أقل؟ الصوت لا يصلنا دكتور عساف، ربما نعود لك بعد حل هذه المشكلة التقنية. إذا دكتور عماد، هل فعلا وصلت هذه المساعي إلى نقطة الوصول إلى تطبيع العلاقات بين البلدين، وبالتالي تطبيع العلاقات بصورة أو بأخرى بين إيران وجيرانها في مجلس التعاون الخليجي، أم ما زالت المساعي تسعى باتجاه خفض التصعيد، ربما إرسال رسائل حسن النية لا أكثر ولا أقل؟ في الواقع العلاقات موجودة بين إيران وجيرانها، يعني فقط السعودية وبحرين ليس لديهم علاقات دبلوماسية رسمية مع إيران، باقي دول المنطقة كلها، ولكن الخلافات موجودة مع الجميع، دبلوماسية مع إيران. لا، الخلافات موجودة فقط مع البحرين والسعودية والإمارات نسبيا، لا أستطيع أن أقول لك بشكل كبير جدا. يعني إيران ليس لديها أي خلافات اليوم، يعني علاقتها مع قطر، مع عمان، مع الكويت هي ممتازة جدا، يعني حتى مع الإمارات علاقات إيران نسبيا جيدة، يعني حتى على الرغم من أن الإسرائيليين حاولوا التصعيد وحاولوا إيجاد نوع من إذا ما أردنا أن نقول إيجاد نوع من الفتنة بين إيران والإمارات عبر الخروج بإعلامهم من أنهم سوف يتعاونون في التجسس ضد إيران، الإماراتيين اتصلوا مع الإيرانيين وأخبروا الإيرانيين بصراحة أنه كل هذا كاذب وليس هناك أي شيء من هذا الشأن، والإمارات لن تسمح باستعمال أراضيها ضد أي جارة من جيرانها. يعني هذا نعم، ومع ذلك تبقى الجزر الإيرانية أو الجزر الإماراتية الثلاث محل الخلاف المحتلة من قبل إيران، طنب الصغرى وطنب الكبرى وجزيرة أم موسى. هذه الجزر هي جزر إيرانية، تاريخيا هي جزر إيرانية، ويمكن الذهاب إلى المحاكم الدولية لكي تحكم إذا كان للإمارات أي حق في هذه الجزر.
هذه تاريخيا تستطيعون أن تراجعوا التاريخ كله، هذه الجزر كلها إيرانية، ويعني هذه فقط محاولة لزرع الفتنة فيما بين إيران والإمارات وليس أكثر من ذلك. نعم، وصلت هذه الفكرة. أعود إلى الدكتور عبد الله العساف إذا كان الصوت يصلك ويصلنا بشكل جيد هذه المرة. توقيت الزيارة قبيل القمة العربية الأمريكية، حديث جوزيف بوريل عن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، أكثر من ذلك بعض المسؤولين الإيرانيين ألمحوا إلى أن المفاوضات ربما تستأنف في 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 دولة خليجية. هل يمكن القول بأننا وصلنا إلى نقطة نقترب فيها كثيرا من تطبيع العلاقات، أم ما تزال المسائل العالقة أكثر مما يسمح بتطبيع العلاقات؟ مرحبا بك يا أبو الضيف الكريم مجددا. أنا في اعتقادي أنه ما نزال حتى الآن في المربع الأول مع في المفاوضات ما بين طهران والرياض، لا يمكن أن نتحدث عن أي انفراجة في هذه التفاوضات أو التفاهمات ما لم ننتقل إلى خطوة أكبر بلقاء وزيري الخارجية في البلدين، سواء في مسقط أو في الرياض أو في طهران أو حتى في بغداد. هنا نتحدث عن انفراجة مهمة جدا. أنا تحدثت أكثر من مرة عن أنه التفاوض مع إيران هو تفاوض ماراثوني لا يمكن أن يتم بشكل سريع جدا، ولا نتوقع أي انفراجة خلال هذا العام على أقل تقدير. حتى ما تحدث بحضرتك من زيارة من وجود انفراجة أو حديث عن الاتفاق النووي، ما يزال الاتفاق النووي ايضا لعبه في يد قطره اخرى، لكن ما يهمنا اليوم في المنطقه ان نكون اقليما متصالحا. جربنا دائما الاحتراب وكلفه الاحتراب. لهذا اليوم زيارات سمو الامير محمد بن سلمان انا اعتقد انها تذهب ابعد من قضيه التنسيق لزياره او لقاء السيد بايدن. هناك نظام عالمي جديد في طور الولاده في طور التشكيل، يجب ان نكون شركاء في صناعه هذا النظام العالمي في رسم موقعنا وخرائط وجودنا بدلا من ان يرسمها لنا الاخرون، وان لا يتكرر سيناريو سايكس بيكو قبل 100 عام. نحن في هذه المرحله بحاجه الى ان نغير كثيرا من سياساتنا وان نتقارب كثيرا وان نتصالح. هذا ما تفرضه علينا الواقعيه السياسيه والمصالح الدبلوماسيه والاقتصاديه والامنيه هذا الاقليم العالم بحاجه. وصلت الفكره دكتور عبد الله، وربما الصوت يتقطع ولا يصلنا بشكل جيد، لكن وصلت الفكره. دكتور عماد، الملفات الخلافيه ربما كثيره ومستعصيه بين الجانب العربي، دول مجلس التعاون الخليجي وايران، ما الذي يمكن ان تقدمه ايران لاثبات حسن النوايا؟ في الواقع الجانبين يجب أن يقدما الكثير لبعضهم البعض ليثبتوا النوايا. يعني الأمر ليس فقط من اتجاه واحد. يعني عمليا أنا هنا أود أن أؤكد مجددا، ليس هناك خلاف بين إيران وباقي الدول في المنطقة، فقط الخلاف اليوم بين إيران والسعودية. الرسائل التي تصل إلى إيران من السعودية هي تختلف عما نسمعه في الإعلام وحتى ما قاله الأستاذ عبد الله. يعني عمليا هناك أمل كبير بانفراجة في حل الخلافات بين إيران والسعودية. الحكومة الإيرانية الجديدة تعمل جاهدة لحل هذه الخلافات. هناك اتجاه جديد في السعودية لحل حالة الخلافات في بينهم وبين إيران. وأتصور أن هذه الإرادة الموجودة بين الجانبين ممكن أن تصل إلى نتيجة لربما ليس خلال يوم ويومين، ولكن خلال الأشهر المقبلة ممكن أن نرى انفراجة في حلحلة الخلافات بين السعودية. اليوم المجتمع الدولي، يعني عندما نتكلم عن الظروف الجديدة في العالم، المجتمع الدولي يريد منطقة شرق أوسط هادئة. يعني السياسة الإسرائيلية التي على أساسها تريد أن تشعل فتيل حرب جديدة
في العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وتحتمي إسرائيل بالدول العربية لمواجهة إيران، هذه السياسة مرفوضة حتى من قبل الأوروبيين، حتى من قبل الأمريكيين. هم لا يريدون حرب جديدة، يريدون هذه المنطقة أن تكون هادئة على الأقل. وهذا ما تريده الدول العربية من خلال مطالبتها بوقف التدخلات الإيرانية. دعني أتحول للدكتور عبد الله العساف في 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 الرياض. كيف يمكن وقف هذه التدخلات الإيرانية؟ هل يمكن الثقة بأن هناك قرارا إيرانيا فعلا بتطبيع العلاقات مع الجانب الخليجي، مع المملكة العربية السعودية، وقف التدخلات الإيرانية، وأيضا الوصول إلى الاتفاق النووي بما يطمئن دول العربية والدول المجاورة بحكم التاريخ والجغرافيا على الحدود مع دول مجلس التعاون الخليجي؟ إذا كنت تسمعني دكتور عبد الله. نعم أنا أسمعك، بس لكن كنت أتوقع السؤال للزميل من طهران. أنا أعتقد أنه إحنا ما نزال حتى الآن في مرحلة بناء الثقة، وهذه الثقة ما تزال مفقودة ولو استعادتها أمر في غاية الأهمية. ثم نحن اليوم والخلاف بيننا وبين طهران هو خلاف أمني واستراتيجي مهم جدا، الخلاف ثقيل جدا، خلاف إيران اليوم تتغول في 4 عواصم عربية، وضيفك الكريم ينفي ملكية الجزر الإماراتية، وأبو ظبي هي من تطالب بهذه الجزر كثيرا في المحافل الدولية وفي أيضا اجتماعات قمة مجلس التعاون، ولا أريد الخوض في هذا لأنه الجميع سيتحدث عن التاريخ وغيره، لكن نحن في هذه المرحلة بحاجة إلى أن تقدم لنا طهران ما لها لنضع يدنا في يدها. هناك ملفات مهمة جدا، إيران تريد اليوم أن تتفاهم على ملفات ثنائية. نعم. أشكرك جزيل الشكر. صوتي تقطع ووصلت فكرتك الدكتور عبد الله العساف أستاذ الإعلام السياسي، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول للدكتور عماد أبشناس رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات الإيرانية، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. كل شكر لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، ألقاكم بخير.